صباح الخير على كل مشاهدينا واهلا بيكم وحلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا. معلش اعذرونا، دايما يوم الجمعه بنطلع متاخر على ميعادنا ده علشان خاطر الصلاه والبرامج اللي بعدها، فعذرا بس احنا بنعملها يوم الجمعه بنطلع متاخرين، ودي ثالث جمعه فرمضان كريم. خلاص فاضل لنا جمعه واحده، خلاص رمضان جري. اوام خلص رمضان. صباح الخير يا مفيده، صباح الخير يا اميره، صباح الخير على مشاهدينا جميعا، ويوم جمعه جديد مع ستات ما يعرفوش يكذبوا، وموضوع جميل وحامي جدا، يعني تابعونا. ان شاء الله. الجمعه انت بتقولي جمعه جديد ايه؟ دي الجمعه الجايه رابع جمعه واخر جمعه. مفيش جمعه تاني خلاص، خلص يعني. انا بقول خلص رمضان عشان بس يعني جمعه اجازه. جمعة اجازة يعني؟ مش فاهمك. لا عندنا مش اجازة، هي احنا بص انا بفكركم بالارقام، تليفوناتنا 14 14 45 66، الاس ام اس لغاية ما اميرة تفوق وتصحى كده. الجمعة اجازة يا جماعة، مفيش جمعة تاني، اخر جمعة اللي هي الجاية دي وبس. جمعة اجازة ولا ايه؟ ولا هو اكيد ان عشان شغلتي مفيدة فصلت. انا فصلت قبل ما اروح لفصل. تعالوا بقى نشوف السؤال بتاع حلقتنا النهاردة ونرجع نتكلم. مسابقة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من هي صاحبة القلادة؟ زينب بنت النبي، رقية بنت النبي، فاطمة بنت الخطاب. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. احنا من امبارح واحنا بنحاول نتناقش معاكم في الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده، وطبعا على الفيسبوك في سؤال موجود دلوقتي: حاله الطلاق، هل تعتقد ان اغلب المشكلات الزوجيه وراها حمى؟ نعم او لا؟ ده هتشوفوه على اهو الفيسبوك دلوقتي. والمعلومه اللي احنا كاتبينها ان في 38880 حاله طلاق بسبب تدخل الاهل سنويا. بس الموضوع ده خلاني افتح الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه. انتوا عارفين ان في دراسه بتقول ان العيش او العيشه مع الحما او مرات الابن بتاثر العمر؟ دي دراسه ايه يا مفيده؟ يابانيه، عشان بس تعرفوا ان اليابان كمان بتعاني من موضوع الحمى. بتأثر الطول. وعايزه اقول لك هكسرني بس بتأثر جاي. الطول ولا العمر؟ لا بتأثر عمر. ليه بقى؟ البنت اللي بتبقى عايشه مع حماتها بيجي لها الضغط. الضغط ده بيرتفع. والحمى اللي تبقى عايشه مع مرات ابنها عمرها بيقصر، لان لو هي عايشه مع بنتها، بنتها تاخد بالها منها اكتر من لو عايشه مع زوجة الابن. دي اول جزء من الدراسه. حاسه اني حمى؟ نعم. ومش موافقه على الدراسه الياباني، رغم اني مش موافقه على العيشه المشتركه. يعني انا اؤمن باستقلال بين الاسر الجديده وبين الاهالي، لكن لدرجه انها تاثر العمر وتعلي الضغط، بس دي دراسه حقيقيه. اوكي خلاص، يعني مش موافقه. وفي دراسه اتفضلي يا اميره. خلاص لا لا يلا لا لا اصل انا كنت برضو هبص على ارقام الدراسه اللي في مصر. يلا. في دراسه في مصر بتقول ان 44.6% من حالات الطلاق بسبب تدخل الاهل في الحياه الزوجيه عموما من الطرفين. وده اللي خلانا نحط السؤال على الفيسبوك اللي احنا عاملين دلوقتي: هتعتقد ان اغلب المشكلات الزوجيه وراها حمى ولا لا؟ لكن مين بقى اللي بيدفع للطلاق، اهل الزوجه ولا اهل الزوج؟ دي يعني النسبه كبيره قوي عند اهل الزوج، اكبر شويه من اهل الزوجه. اهل الزوجه دايما ما يحبوش بنتهم تتطلق، توصل للطلاق. لكن احنا بنتكلم برضه عن الحمى يا جماعه. طبعا احنا ما زلنا بنتناقش على الحمى. وانت زعلانه ان انا جبت سيرتك عشان انت حمى؟ لا سيرتي ازاي؟ سيرتي ازاي؟ انا حمى ودوده لطيفه ماليش دعوه بحاجه خالص. دي شخصيه، في حمى ودوده وفي حمى متسلطه. في حمى تقول لك انا زي لسه قبل ما نطلع على الهواء مع فريق الاعداد. ايه اللي قبل لسه كنا بنسمع فريق الاعداد، فبتقول لي في واحده صاحبتها حماتها دخلت عليها، كانت هي حاطه الفراخ في بتتبلها، فدخلت الحما على البنت قالت لها ايه ده، وراحت ماسكه الفرخه وراحت غسلها تحت الحوض بالميه، قالت لا انا ما باكلش اي فراخ متبله غير من ايدي. بذمتكم بقى دي حما متسلطه؟ دي حما متسلطه. انا لو منك اقول لها طب وماله، ما تعملي من ايه، يبقى من ايديكي احلى واجمل بكتير، اعملي حضرتك. دي مرات الابن الجميل. لا 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 ل
انتوا عارفين الام. لا يا منى يعني برضو ما برضو الحما لازم تبقى من رعيه وهي داخله مطبخ مرات ابنها. يا حبيبتي ميرسي بس تيجي اعلمك التتبيله بتاعتي، ايه رايك؟ يعني الطريقه يعني تقصدي الطريقه. وحتى لو ما فيش يا حبيبتي ميرسي يعني ممكن مرات حما تشوف ان مرات ابنها مش فاشله في التتبيله، يعني بلاش تقول لها يا حبيبتي ميرسي، انما مش لازم تخش تنكد عليها يعني. بس انا ام البنات انا ام، فدايما اخد بالي من الحما اللي هي حامه البنات. انا ام البنات. حمات بنتك عامله ايه؟ لا لطيفه جدا طبعا. لا 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 بجد يعني ما هياش حما، هي انا وهي من مدرسه الودوده. طيب ومنى حماتك عامله ازاي؟ يا سلام، ده انا لو قلت هقول فيها يعني اكتب فيها كتب والله. ست فيها كل الحاجات الجميله، الودوده اللي هي ام، اللي هي بتعاملني كاني انا يعني، بتقولي انا عندي ثلاث رجاله وانت بنتي الوحيده البنات. والله يا بختك. بس اللي يعني انا عارفاه يا جماعه مع احترامي الواقع بيقول عكس كده. طب في حماوات ثانيه؟ في حماوات كتير. في حما الفضوليه، وفي الحما الفضوليه اللي عايز تتدخل في كل حاجه بتحشر. وفي حما الغيوره اللي بتغير من مرات ابنها، ويعني في تجربه على هذا. وفي الحما المتذبذبه مودي النهارده بتقولك حبيبه قلبي وبكره عي عي بالظبط مش طايقاها. في المستغله. المستغله دي بقى عايزه رؤية اجتماعية. الست بتعتبر ام الزوج يعني بتعتبر انها كان عندها ولد صغير ذاكرت له وكبرته وبقى باشا وبيه او راجل وعنده فلوس ودخل وكل ده هيروح لمرات ابنه لمراتها لمراته يعني لواحده مثل غريبة. الشهير ايه بقى؟ اني مثل ربي ربي يا خايبة الغايبة. ايوه في مثل النبي موروث ثقافي غير طبيعي. عايزه اقول حاجه، موروث ثقافي حته الحما والعلاقه اللي بيننا موروث ثقافي 100% يعني. في مثل بيتقال على لسان الزوجة الحما حمى وأخت الجزعة قربة سامة. يا خبر ابيض. ده دي معركه يعني. لا لا في التا في التا في الموروث الثقافي لما تبقى واحده داخله. في مثل تقوله ست حما الحقيقه دي بقى عبقريه فاقت الكل. الحما بقى وهي بتبص على مرات ابنها. لا يا ريت، دي بتكره مرات ابنها ايوه وجوز بنتها الاثنين، بتكره الطرفين. فبتقول لهم ايه؟ بتقول يا بخت الناس برجالتنا. يعني ابنها راح لعيله متهنيه بيه يا بخت الناس ويا خيبتنا برجاله الناس. فهي لا هي طايقه مرات ابنها ومستخسره فيها الولد، ولا هي طايقه جوز بنتها وشايفه انه اقل من بنتها. احنا ليه بندخل حرب؟ يعني ليه بننسى ان الحما دي ام اصلا، وانك انت هتبقي حما في يوم من الايام؟ ده الموروث الثقافي يعني يا منى. ما احنا عايزين نربي اولادنا بقى على ده، ان انت هتبقي حما في يوم من الايام. والام يعني الام ربنا في القران الكريم لما كان بيطلق على كل شيء طيب ومقدس قال على الكعبه ام القرى تمام، وقال على الخزائن علمه ام الكتاب. فدايما الام غير الوالدة على فكره. تلاقي لو نرجع هنسال طبعا شيختنا ايناس مصطفى ايه الوالده وايه الام. الوالده كل ما تلد وترمي، لكن الام اللي بتربي. الام دي حاجه جميله جدا. بس خلينا صراحه مع بعض برضو، احنا كل اصدقائنا اللي بيشوفونا دلوقتي عارفين كويس قوي ان احنا بنتكلم ان في نسبه كبيره جدا من الستات والرجاله. الرجال عنده حما يعني ربنا يكون في عونه، والستات عندها حما ربنا يكون في عونها. وبيحصل اكتر في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، فاكرين اول رمضان لما قلنا يفطروا فين؟ يفطروا فين؟ يفطروا عند مامته ولا عند مامتها؟ القوه والمشاكل بتبتدي من ان في تسلط ما في بيت من البيوت، فبيحاولوا يتفادوا المشاكل فبيروحوا يرضوها. خليني اقول لك حاجه، انت بتقولي احنا ناقشنا ده اول رمضان كلها اسبوع وهنناقش ده اول يوم العيد. هيتغدوا فين اول يوم العيد؟ مشكلة. هيسافروا فين؟ هيسافروا. انا عايز اسالكم سؤال، انتوا الاثنين ردوا عليا، هل تعتقدوا ان موضوع اول يوم العيد واول يوم رمضان جاي من مشاكل الحما؟ طبعا هي بترجع للتفاهم بين الزوجين، يعني لو هم شخصين متفاهمين جدا مش هيحتاجوا يعني ان هم ان احنا ابتدينا نعمل سبوت لايت على اول يوم رمضان واول يوم العيد، ده جاي علشان احنا مقلقين من الحما ان كانت للراجل او للست؟ لا انا مش عايزه ازعل، يعني البنت خدي بالك زي ما اتناقشنا اول يوم رمضان او في اوائل رمضان، ما هو الاسره دي الحقيقه مش مستقله، فالبنت عايزه تروح عند اهلها وشايفه ان امها هتزعل، وهو مش عايز يروح عند مامتها، عايز يروح عند مامته. في دربكه اجتماعيه، انما الدربكه الاجتماعيه دي ما بتقفش عند اول يوم رمضان، اول يوم رمضان واول يوم العيد ويوم شم النسيم ويوم العيد الكبير وفي المناسبات القوميه وعيد سينا وكل حاجه. وعيد سينا. وبما ان احنا في مناسبه قوميه رمضان كريم، فاحنا قررنا احنا نتكلم على موضوع الحموات. واتمنى ان اللي يشاركنا في الحوار ده، لا انا عايزه الزوجه ولا عايزه الابن، انا عايزه الحما من فضلك.
ساعات اخت الزوج بتبقى حما، احنا عايزين نتكلم على الاطراف دي كمان. كلهم اللي بيتفرجوا علينا، ان كنتي حما شاركينا في الحلقه دي، قولي لنا وجهه نظرك، خلينا نقرب منك ونفهمك، يمكن احنا مش فاهمين، فانت لما هتكلمينا في التليفون نقدر نفهم، يمكن احنا شايفين الموضوع غلط، يمكن احنا شايفين الموضوع صح، لكن اكيد في حاجه مهمه جدا، في عندنا دروس دينيه لازم ناخدها ولازم نعرفها في معامله الحما او معامله الاهل عموما. اهل الزوج، اهل الزوج والزوجه. انت بتقولي اخت الجوز ساعات تبقى حما؟ المرأة رأس الأسرة بتقود العيلة، يعني لو الحما لطيفة هتلاقي بناتها لطاف وولادها لطاف والعيلة دي كلها ودود. صح. لو الحما من اللي بيقولوا عليها الأمثال هتبقى بتقود حرب. احنا هنناقش الأطراف الأخرى كلها تبدأ من قيادة الحما. بالظبط. لو حصل واختلفوا هيدخلوا تالت، وهيكون مين التالت ده اللي هيحكم بينهم؟ هي دي اللي هنناقش حاجة كمان تانية. طب بلاش أهلك، طب مش رايحة لأهلك، وأنا مش رايحة لمامتك، وابتدينا نخش في حاجة أكتر وأصعب من أي حاجة، قطع صلة الرحم أو قطع صلة الرحم. النهاردة معانا وزي ما عودنا حضراتكم كل يوم جمعة معانا الأستاذة الداعية الإسلامية إيناس مصطفى، هكلمنا في الموضوع المهم جدا اللي احنا اخترناه لكم النهاردة. نروح لفاصل ونرجع مع الأستاذة إيناس مصطفى. مسابقة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من هي صاحبة القلادة؟ زينب بنت النبي، رقية بنت النبي، فاطمة بنت الخطاب. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. كلنا معتقدين ان اي اتنين بيتجوزوا خلاص كده الحياة هتبقى حلوة. لا، عايز اقول لكم حاجة، اي اتنين بيتجوزوا مش بس بيبقوا فردين، دي بتبقى عيلتين بيتجوزوا مع بعض. لو عيلتين دول مش منسجمين وحابين بعض، اعرفوا ان الجواز ده هيفضل طول الوقت مهدد، طول الوقت فيه خطورة على ان يحصل فيه مشاكل، يحصل فيه نوع من الانفصال. كل الامهات اللي بتجوز بناتها وكل الامهات اللي بتجوز ولادها، اعرفوا كمان انكم لازم تدوهم المساحة اللي يقدروا فيها يتعاملوا مع بعض من غير التدخل ده. هل يا ترى فعلا الحما زي ما احنا بنقول بتبقى سبب كبير في الطلاق؟ هل ممكن تحصل 38,880 حالة طلاق في السنة بسبب تدخل الحما؟ دي مشكلة كبيرة جدا. تعالوا نشوف رأي الدين من خلال الأستاذة اللي معانا، أستاذة الداعية الإسلامية إيناس مصطفى، نورتنا النهاردة في الاستوديو. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا مفيدة. أهلا يا منى حبيبتي. أهلا بك يا إيناس. أهلا أستاذة أميرة. إزيك يا حبيبتي؟ أنت بتوحشينا على فكرة. وأنتوا كمان والله. كان الله في عونك في الموضوع الصعب ده النهارده يا ايناس، ربنا يفتح عليك. والله احنا عايزين نبتدي كلامنا بكلمه حلوه قوي كان بيقولها احد الصالحين، بيقول لاستاذه، بيقول له: يا شيخنا، ما بال كلام السلف انفع من كلامنا. يعني السلف الصالح لما كانوا كده يتكلموا كان يؤثروا في الناس بسرعه ويجيب نتيجه. فقال: لانهم كانوا يتكلمون لعز الاسلام ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز نفوسنا وطلب الدنيا ورضا الناس. يا دي كفايه دينيه نبتدي بيها حياتنا. طب انت عندك حما؟ انا عندي حما. بتعمليها ازاي؟ بتعمليها ازاي يا استاذه؟ والله احنا فعلا قضيه الحما دي قضيه كبيره جدا. فاحنا عايزين نبتدي واحنا بنتكلم على موضوع الحما ده. ما فيش قوالب لمعامله الحما. يعني ما ينفعش ناخد نموذج واحد ونقول هي دي معامله الحما. ولكن تعالوا كده نبتدي بنعمتين كبار ربنا سبحانه وتعالى ادهم لنا. احنا بنتكلم عن حما، ودي واحدة من الأقارب ومن الأهل، وانتي كلمتينا عن حالات طلاق لبيوت بيوت المسلمين أو كل البيوت اتهدت. احنا عندنا نعمتين كبار قوي. النعمة الأولانية نعمة القرايب، ويمكن ما بيعرفش قيمة نعمة القرايب اللي ملوش قرايب، اللي مقطوع من شجرة، اللي مقطوع من شجرة، وربنا سبحانه وتعالى يوصينا عليهم ويقول لنا: وآتي ذا القربى حقه. ويقول لنا كمان صلى الله عليه وسلم بأن الرحم دي صلة الرحم معلقة بالعرش، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. واحد راح لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قل لي حاجات أعملها أخش الجنة. قال له: أربع حاجات، منها صلة الرحم، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
ويقول لنا خدوا بالكم انه لا يدخل الجنه قاطع رحم. فاحنا عندنا حاجه مهمه قوي قرايبنا، دي حاجه في منتهى الاهميه. وعندنا حاجه في منتهى الاهميه برضو، بيت من البيوت. البيت ده نعمه. كان احد شيوخنا يقول لنا ده احنا عندنا عباده لازم نقعد نعملها، ان احنا نشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على نعمه البيت. اي بس ممكن حد يقول لك دي مش فريضه عليا ان انا اسر اهل جوزي، وهي دي المساله. هي يعني صله الرحم بالظبط، صله الرحم مع اهلي ولا مع اهل جوزي بالزبط. يعني الناس في عندها فهم خاطئ لده. احنا عندنا طرفين، احنا اولا احنا في بيت واحد، والبيت ده نعمه كبيره جدا. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني البيت ده سر سعادتي، وانا لازم اكون انجح هذا البيت. واحنا عندنا حاجه في طبيعتنا الشرقيه ان احنا ما عندناش بيت وبس، ما عندناش وحدات كده منفصله، احنا عندنا حاجه اسمها عيله، ودي نعمه كبيره من رب العالمين سبحانه وتعالى مش عايزين نفقدها. استاذنك استاذ ايناس في التليفون، منى ممكن تقولي الو. السلام عليكم. الو، زي ما قالت مفيده. صباح الخير. صباح النور. اهلا اهلا، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه. مين؟ منى معايا؟ ايوه انا منى. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا منى؟ ده صوت حماتي. لا ممكن، ده صوت لازم اعرفه. انا قلت كده عارفه، عشان كده قلت لها قولي الو. طنط عواطف او مدام عواطف، انا ما اعرفش اسمها، يعني انا اعرف انها امي وخلاص. انا اقول امي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، وانتي انا امك، وانتي بنت غاليه عندي وعزيزه عندي قوي. يا استاذه عواطف، هل منى زوجة ابن كويسه؟ قوي 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 بجد؟ لا حماتي تشكر فيا. والله بنت ده، انا حتى بقول لابني دايما انت ربنا بيحبك ان اداك منى. ربنا يخلي حضرتك. ايه اللي بيرضيكي فيها؟ يعني ايه اللي بيرضيكي معاملتها؟ بتحبي ايه في معامله منى؟ جميله جميله بشكل، ويوم اروح عندها هناك تبقى لو بنتي. لا ده بيت حضرتك، هتعمل زي ما بتعمل منى. لا ده بيت. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا حاجه؟ كتير كتير، بتبقى واقفه لي وعايزه تريحني في كل حاجه، وانا مثلا بقرا قران تبقى مراعيه، ما حدش يجي عندي الاوضه. لا هايله هايله هي هايله. شوفي هي كمان حاجه عواطف، هل حضرتك حماتك كانت كويسه فانت كويسه زيها؟ لابني انا كان ليا حما كانت زي الفل. هي شرقاويه طبعا، والشرقاوه معروفين انهم كويسين قوي قوي. الحمد لله. وقعدت معايا فتره طويله، حتى اول ما اتجوزنا هي قعدت فتره طويله قوي معايا، ست عمر ما حصل بيني وبينها اي خلاف. كانت حيله الله يرحمها. طب استاذه عواطف، مدام عواطف، ممكن اسال حضرتك تدينا روشتة ازاي البنت مننا تعامل حماتها؟ يعني ايه اللي المفروض نعمله؟ وايه اللي المفروض حضرتك بتعمليه عشان برضو تبسطي منى كزوجة ابنك؟ بصي يا حبيبتي، المفروض ان انا اعمل، انا حتى لما افرض ان في خلاف بين مرات ابني وابني باجي مع مرات ابني على طول، لان دي انا بعتبر ان ده سعاده ابني معاها. حتى لو منى، حتى لو هي غلطانه، هي مش هترضى تقول. هو في بينا اسرار، يعني لو في اي حاجه عايزه اخد راي حد فيها، هي اكتر حد يخاف على بيت ابنها وعلى ابنها. فما طبعًا بقولش لحد غريب يعني. وبعدين يعني على فكره انا ما عنديش بنات، انا كلهم رجاله، بس انا لو كان عندي بنت ما كنتش هحبها اكتر من منى ابدا. يا الحمد لله الحمد لله والله. هي جميله وبس انا مش من رايي كلام الحماوات ده، يعني برضو الحماوات مش بالسوق ده، يعني مش الحماوات مش بالسوق ده كده يعني. لا هو حضرتك في حماوات كتيره جدا كويسه، بس أوي لانهم أوي لانهم كويسين ما بيعتبروش ظاهره. مش كده؟ ابصي حضرتك، الحماوات الكويسه لا هي ظاهره تقرا ولا تدرس. انما دايما الواحد بيدرس المشكله الظاهره اللي مش كويسه، ده على جميع المستويات، الحما والزوجه والزوج والمجتمع وكل. دايما بندور على الحاجه السلبيه ونحط اضاءه عليها عشان نحاول نعالجها. انما طبعا في حماوات كتير جدا جدا امهات وكويسين. استاذه ايناس بتسلم على حضرتك. يا انا كل سنه وحضرتك طيبه. استاذه ايناس مصطفى مع حضرتك بتسلم، عايزه اكلم حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه جميعا. وجزاك الله خيرا ان انت اتصلتي. وطبعا لحضرتك يعني بتتكلمي كلام فعلا كل واحد يتمنى يسمعه ويعرفه. طب استاذه عواطف، انت بتعملي ايه مع حماوات ولادك؟ يعني غير محمد ابني الكبير ماتوا
مش عايزة اقول لك بنحب بعض انا وهي قد ايه. لا ده بكلم ده بجد. قوي ده العيلة كلها هي ودودة. الودودة اللي انت قلتي عليها صفة الودودة هي ودودة. يعني لو الناس اتأخروا عن تليفون يوم تقلق عليهم وتتابعهم في اخباركم ايه طمنوني عليكم، ولو حد تعبان تفضل معاه على طول مواصلة. ويعني هي ست. انا هقول لك امبارح اتكلمت للبنت اللي بتسافر من عندي هنا بني سويف وما تردش عليا، حتى اكلم اختها واكلم جوزها اشوف ما بتردش ليه، دي فيها ايه؟ اجرانها نايمه مش حاسه بحاجه، بس كنت قلقانه عليها. لا مش عايزه اقول لك ازاي. يعني هي جميله مدام عواطف، عايزه اقول لك يعني بتقول هي عايزه تقول اللي بتساعدها في البيت بتطمن عليها في الطريق لحد ما توصل. الحنان المطلق يعني في كل الاشياء. من الواضح من الواضح يا استاذه ايناس ان احنا بنتعامل مع حاله شخصيه ودوده، يعني هي نفسها محبة للآخرين. والله أنا اتعلمت من كلامها ثلاث حاجات حلوة قوي. أولا هي حكت عن حماتها القديمة تجربتها جميلة. تجربتها جميلة. فإحنا عايزين وإحنا مقبلين على الحياة الجديدة حتى الناس اللي ابتدت حياتها خلاص نشيل حاجة اسمها الصورة الذهنية السيئة. الصورة الذهنية دي صحيح. إنه الحما دي عدوتي وإن مرات الابن دي عدوتي جاية سرقت ابني بتبقى زي النقش على الحجر بالظبط. وانا ببتدي بيها حياتي ببني عليها كل تصرفاتي. والصوره اللي ساهم فيها الاعلام بشكل كبير طبعا في الافلام وحماتكم صحيح. احنا عايزين نلغي نلغي الصوره الذهنيه دي ونعرف ان كل انسان في خير وفي شر. انا اشوف مواطن الخير واكبرها واتكلم عنها واقرب منها، واشوف مواطن الشر اخبيها وابعد عنها واحاول ان انا ما اكبرهاش. لفتت نظرنا كمان لحاجه جميله جدا، انه هي طبيعه كده السيده، طبيعه البنت والزوجه والأخت الزوج والحما، طبيعة السيدة الود والحنان والرأفة واللين والرحمة والصبر، وهو ده اللي احنا عايزين نتعامل بيه. يعني احنا دايما نلاقي انه المشاكل بتحصل من السيدات عشان العاطفة اللي ما بينهم، في حين ان احنا بنفكرهم ما انتوا كمان زي ما عندكم الغيرة الزيادة انتوا عندكم الحاجات الجميلة اللي هي قالت عليها، العطف اللين الرحمة العاطفة الشديدة الحلوة دي ما نستخدمها في الخير. طب ودي حاجة حلوة. احنا معانا تليفون مين؟ نرمين معانا على الخط، عايز تكلم حضرتك نرمين. الو نرمين انت معانا؟ قطع. الهام؟ الهام؟ الهام عبد الجواد من اسكندرية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، انا سافرت من القاهرة زي القمر اتكلم معاكي. ربنا يخليك. بقول لحضرتك انا حمل ثلاث اولاد وبنت. ايوه ما شاء الله. اثنين مسافرين واحد في مصر، والله يعلم الله كلهم غلاوتهم من غلاوه بنتي ما شاء الله. الحمد لله. يعني انا مشرفه اجتماعيه وعضو جمعيات خيريه دلوقتي. اولادي لما بيجوا من الاجازه بيبقوا محرجين مني من كثر اللي بعمله مع زوجاتهم. طب بما ان حضرتك مشرفه اجتماعيه يعني ممكن تنصحي المشاهدين اللي بيشوفونا، حضرتك تقولي نصيحه للمشاهدين لما بيحصل خلاف بين الزوجين. هذا حب زايد لاولادي اديه لاختي ابني والاولياء واحفادي. لان انا نيه هقول لحضرتك حاجه، انا نيه حب الام في بعض الاوقات بتطغى على صح. معاملتها لمرات ابنها. صح صح صح. انا بشكرك يا استاذه ريم. اولادي بما يرضي الله. انا الهام مش ريهام، الهام الف لام. اهلا وسهلا يا فندم. هما يبقى احنا كنا احنا اسفين يعني. وبعدين حاجه ثانيه ان انا ما اتدخلش في شؤونهم. صح ايوه حبيبتي. انا ما اتدخلش في شؤونهم الشخصيه. حتى لو حسيت ان في بينهم حاجه وبين بعض باخد بعضي بالراحه كده وتنتني ماشي. صح. الحمد لله احنا كلنا في عماره واحده بتاعتنا اربع ادوار، كل واحد في شقته، بس بنتلاقى الحمد لله ما شاء الله. يوميا دلوقتي في رمضان عشان انا قاعده لوحدي فمرات ابني اللي هنا يا اما تنزل تفطر معايا هي وجوزها يا اما انا اطلع افطر معاهم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بالرغم من سني الكبير لكن انا بعمل الاكلات بتاعتنا. وزي ما قالت الحاجة وحمات الأخت منى، أنا كنت مع حماتي زي الفل يعني أكثر من حكاية بتزور يعني. بنشكرك يا أستاذة إيلام وربنا يديم المعروف بينك وبينهم يا رب. معانا ملك على التليفون. ملك ألو. أهلا أهلا وسهلا. أي ملك هو أنت لحقتي يبقى عندك حمى؟ أيوة. أنت عندك كام سنة يا ملك؟ انا عندي 9 سنين. 9 سنين. انا اتخضيت. طيب عايزه تقولي ايه يا ملك؟ انا كنت عايزه اتكلم عن جدتي. جدتي طيبه جدا وبتحب تيجي تقعد معانا في رمضان. وبعدين انا اصلا كمان جده بابايا يعني مامة بابايا قصدي. هي وبابا بابا بابايا ميتين.
يا حرام. فكمان مام وكمان بابا جدتي. وهي بتبقى عايشه معاكوا وبتراعيكوا؟ ايوه هي بتبقى بتيجي احيانا تراعيكوا يعني. ايوه على طول بتجيب مرطاد معانا. طب ملك هي بتعامل ماما ازاي؟ لا ماما وتيتا بيتعاملوا ازاي؟ بيتعاملوا كويس جدا. احنا على طول اول باول بنروح لها وبنرجع. وكمان انا بابايا مكتبه اصلا في مدينه نصر. واصلا مامتي قالت له احنا هنيجي نعيش في الهرم علشان تبقى قريبه لبيت جدتي. الله دي بتحب حماتها بقى ونقلت عشان تبقى جنبها. وبابا وماما عارفين انك هي مامتها. مامتها يا منى. يعني هو وافق ينقله عشان يبقى جنب بيت حماته. بابا بيعامل تيتا ازاي؟ مامة الام. بابا بيحب تيتا؟ على طول بنعزمها عندنا على الفطار وعلى طول بنحبها تيجي تقعد معانا وعلى طول انا كمان بروح لها. طب يا حبيبتي جميل ربنا يخلي تيتا ويخليكوا لبعض كلكم. ملوكة جميلة. حلو قوي. كان واحد من شيوخنا يقول لنا انه الخير معدي زي ما الشر معدي. صحيح. واحنا عمالين بنتكلم عن الخير كده نشوف انه من ضمن الحاجات اللي ناخد بالنا منها ان هم بيقولوا انه انا جدتي كانت كده، انا حماتي كانت كده، انا امي كانت كده. الانسان اللي بيشوف الخير بيتربى على الخير، بيفجر طاقه الحب اللي جواكي كمان، لان كل انسان فيه خير وفيه شر. فاحنا عايزين نعمل كده دايما، كل نقطه خير موجوده جوانا نكبرها ونزودها ونتكلم عنها زي ما احنا بنتكلم عنها دلوقتي، وكل نقطه شر نصغرها ونتغافر ونسامح. يا ريت نوصل ونصبر. انا امي الله يرحمها كانت تنادي جدتي الله يرحمها ماما نبويه، ما كانتش تقول لا طنط ولا حما ولا كلام من. وكانت جدتي عايشه في البلد، ففي رمضان هي على طول زي جده ملك كده على طول عندنا. ما عرفناش قصه الحما دي في بيوتنا خالص. صحيح. يعني ماما نبويه كانت ام للعيله، الراس الاكبر. فبالتالي انت كمان اكتسبتي ازاي تعاملي ولا وامي الله يرحمها، امي مع جوزي ومع جوز اختي اعتبرت ان هي ماما نبويه، وانت مع جوز، وانا مع جوز بنتي، بقيت كلنا ماما نبويه. يعني قصدي بقى الصفه مكون لطريقه سلوك اسلوب وسلوك وتعامل مش حما، لا احنا كلنا ماما نبويه. حتى في كلمه جميله بتقول ما نقولش ده في فرد غريب جاي علينا، ده في فرد جديد جاي علينا هيزود العيله. استاذة في ناس عندهم حما طبعا 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 والبنت بتعاني وهي عايشه معاها في البيت، تعالي نقول لها تستحمل ازاي، تصبر ازاي، ايه الميزات اللي هتاخدها لما تصبر وتراعي ربنا في قبل ما ايناس تجاوب بيقول لك ان في تليفون. في تليفون. نرمين. نرمين معانا على التليفون. سلام عليكم. الو. ايوه نرمين. صباح الخير. صباح النور. ازيكم كلكم مدام ايناس؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا منى الدكتوره اميره ومفيده. صباح النور يا حبيبتي. انا عايزه اقول لكم بس على حاجه مهمه. انا متجوزه بقالي 14 سنه وما عنديش حما. حماتي الله يرحمها ماتت يعني من ايام ما كان زوجي صغير. ايوه. بس هما بيقولوا لي ان هي كانت ست طيبه جدا. الحاجه اللي انا متصله عشان اقولها ودي مهمه قوي بالنسبه لي، ان ثقافه الحما اللي هي بتسيء طبع ابنها بيتهيألي ان احنا كمجتمع لعبنا دور كبير قوي في تعظيمها زياده عن اللزوم وتكبير الموضوع. طب نرمين انت عندك اخوات زوج؟ عندي اخوات زوج. مش عايزه اقول لك يا مفيده لسه مكلماني من السعوديه اول امبارح بتقول لي فين المسجات بتاعتك؟ فين الرنات بتاعتك؟ ما شاء الله. يعني حد طيب الى اقصى درجه. عمات جوزي اللي ربوه ناس محترمين جدا. ولاد خالت مامته اللي ربوه برضو كذلك. يعني ممكن توصلي انك تبقي مفتقده الحما يا نرمين، يعني كمان مفتقده الحما، بتشوفي حماوات لاصحابك تبقي مفتقده الحما في حياتك كمان. مش انا بفتقدها يا منى، بس انا عايزه اقول لك على حاجه، ان انا قتاليه الطبع لان انا برج الجوزاء وشخصيتي التحاميه شويه. فاعتقد ان هي لو كانت عايشه كان هيبقى الدفوع عندي انا. يا برافو والله برافو. اللي بتقوله نرمين مهم جدا، انه احيانا بتبقى الحما مش المشكله عندها، المشكله عند مرات الابن. مرات الابن هي غيرانه من حماتها، هي عايزه تبعد جوزها عن اهله، مش عايزاه يبقى بار يعني بيهم. انت بتقولي كلام يعني في نقطه ثانيه مهم كمان جدا. تبقى البنت ما بتعرفش تعمل حوار. صحيح. دي نقطة مهمة مفيدة. ممكن ما تبقاش يعني، بس هي بتحبها وبتحترمها بس مش قادرة تاخد الإنسانية لسه. مدام إيناس قايلة إحنا كبشر، يعني حضرتك لو ابنك جبتيه زرعتي له ابن خالته في البيت الصغير واديتي له اللعب بتاعت ابنك كلها،
تخيلي مدى القهره اللي ابنك هيعيش فيها. والاخوات احنا مع بشر، بعض. انت جايه واخده حته منها. مظبوط. حاولي تقرري بكل الطرق بينك وبين نفسك انك مش هتعكنيني حياتك. بنشكرك يا ريم. هذه البني ادمه زي ما هي، يعني نصيح. موضوع تتبيله الفراخ، معلش بعدها يا مفيده اللي حضرتك قلتيه في الاول. انا ما اعرفش هو كان مطبخ مين فيهم، ودي نقطه مهمه. هي كان مطبخ مطبخ البنت. لا يا طنط، بتحبي الفراخ تعمليها ازاي؟ مطبخ الزوجه. طيب وهي الزوجه كانت اوريدي طبخه، قالت حاجه مستفزه، يعني قالت لها تتبيله الفراخ انا لازم اللي ابقى عاملاها. طيب وماله؟ زي ما منى قالت ابني بيحب الفراخ من ايدك، فيا ريت يا طنط تعرفيني التتبيله اللي انت معوده عليها. بس نرمين، انا عايزه اقول لك حاجه، انا عايزه اقول لك، خلينا نبقى واقعيين، احنا صوابعنا مش زي بعض. انت ممكن تتقبلي، انت ممكن تتقبلي، بس غيرك ممكن ياخدها ان يعني انا ما طبخت خلاص. وكان برضه ممكن اقول للام الثانيه ان انت وانت داخله المطبخ. بعدين اقطع كلامك، هنرجع بقى للنقطه الاخيره، ان كلنا في يوم من الايام، انا عندي ثلاث صبيان، هياتي علينا ضهر انا هبقى حما، وكل ذره بتعمليها هترجع لك كاس وداير. كاس وداير بيلف. شكرا، بنشكرك يا نرمين. وانا هقعد نتكلم، انت ما كلمتيش خالص في الحلقه دي، احنا محتاجين احنا ناخد كل النصايح، بس ناخد اخر تليفون يعني، او عندنا تليفونات كتير. عماد معنا. ايوه. السلام عليكم يا عماد. السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي استاذه مفيده، دكتوره منى، استاذه اميره، واستاذه ايناس. وانا بعرفش، بقيت كل يوم بكلمكم يعني، بقيت من ده يسعدنا والله. عماد انت عندك حما؟ اكيد. ايه اخبارك معاها؟ مش عايز اقول لك يعني، انا بقالي 21 سنه متجوز، الحمد لله يعني، وبتاكل خشب. الحمد لله. الحمد لله. طب الحمد لله الامور كلها تمام. انا بس حابب اضيف. طب استنى، وعلاقه مراتك بمامتك؟ برضو احنا قرايب، انا حماتي. اوكي. فاحنا يعني جواز كان على مستوى العيله، فالحمد لله. انا بس حابب اضيف نقطه او افتح نقطه مهمه للموضوع. اتفضل. ان اهم حاجه يا جماعه في الجواز التكافؤ، لو في تكافؤ اجتماعي وتكافؤ مادي وتكافؤ ثقافي وتكافؤ على كافه المستويات، ده عمره ما هيخلق اي مشكله في اي يعني ما بين اي اثنين متزوجين. التكافؤ ده مهم جدا، وبيبقى يعني احنا افتقدنا حاليا في الايام الحاليه ناس كتير، بيحصل حالات جواز بس ما بقاش في تكافؤ ما بين العيلتين، ما بين الزوج والزوجه. على كافه المستويات. فاعتقد ان هو ده اللي بيخلق المشاكل، هو ده اللي بيفتح مشاكل كتير ما بين الزوج والحما، او ما بين الزوجه وحماتها. التكافؤ كلمه كويسه جدا. بس معانا تليفون. في عماد تليفون تاني. بنشكرك يا عماد، شكرا يا عماد. ومعانا سحر على التليفون عشان نقدر ندي فرصه للاستاذ ايناس. سحر. الو. اهلا. ايوه. السلام عليكم. ايوه. اهلا وسهلا. اهلا يا سحر. ازيك يا منى؟ ازيك يا مفيده؟ ازيك يا اميره؟ اهلا يا حبيبتي. انا بحييكوا على الحلقه. ميرسي. وانا نفسي اتصل بيكم من اول رمضان والله، بس مش عارفه. اخيرا حصل، حظنا حلو. انا متجوزه بقالي 22 سنه. ايوه. عايزه اقول لك، حماتي ريحتني. ساعات ببص راسها. وبميل على ايدها بوسها. طبعا. من كتر ما انا حاسه ان هي امي. انا عايزه اقول لك، لولا وجودها في حياتي كان ممكن بيتي ما يكملش. الله الله. الله يا هند، بنشكرك على الكلمه الحلوه دي في حق حماتك. يا سحر، بنشكرك. ومعانا هند على التليفون. هند بقى هتشتكي من مراتك. لسه هقول، هو كل الناس صح فين اصوات اللي بتشتكي؟ لا. هتشتكي من مراتك؟ لا، انا مش هشتكي من مرات ابني، انا بحب مرات ابني، ومرات ابني هتشتكي من حمات ابنك. حمات ابني بقى بتتدخل كتير كتير في حياتهم. يعني انا ما بحاولش حتى لو في اي مشكله بين ابني وبين مراته، انا ما بحاولش اتدخل ولا بسال هم في ايه. صح. لكن مامة البنت، انتوا بتتكلموا كل الكلام على مامة الابن. لا، ومامة البنت برضه، لا ومامة البنت بتبقى بتتدخل، هي فاكره ان بنتها لسه صغيره ولازم هي اللي ترتب لها حياتها، وهي اللي تقول لها تعملي كده وما تعمليش كده. فبيبقى والنهارده صالحيه وبكره خاصميه وبكره اطبخي في البيت. ام الولد او ام الراجل بتبقى شايفه ان ابنها راجل، إيه هو يقدر يتصرف، هو يقدر يمشي البيت. صح. لكن دلوقتي الام الزوجه هي اللي بتتدخل، وبتبقى شايفه ان بنتها دي لازم تحميها لاخر وقت. ولازم. والله يا هند، مش كله يعني. طبعا في امهات، ام الزوجه بتبقى عايزه تتدخل،
لكن معظم امهات الزوجه برضه انا اقول اللي ليا بما ان انا ام البنات لا انا عايزه بنتي ربنا يهدي سرها مع جوزها هم كويسين يبقى بعيد عني مش عايزه منهم حاجه كده لامهات الزوجات انت عارفه انا هند انا بشكرك طبعا جدا بشكركم جزيلا كل المداخلات هو انا مش عارفه الحموات بيستفيدوا ايه لما بيتدخلوا في حياه الولد والبنت هي فيها نقطتين مهمين جدا عايزين نعرفهم اولا ساعات تصرفاتي انا كابن او كبنت هي اللي بتثير تدخل الام صحيح. بمعنى انه في حاجه قالوا لنا عليها علماءنا التوازن الشعوري يبقى في توازن في تصرفاتي قدام امي وقدام ابويا وقدام حماتي مع زوجي ما يبقاش الزوج ملهوف قوي على زوجته اقل تليفوني يقوم نازل وسايب مامته وجاري يبقى ده كده مراته بالظبط لا بتحصل اول خطوبه في الاول يعني التوازن ما يبقاش فيه مبالغه في تصرفاتي قدام الام وقدام الاب ناحيه الزوج او الزوجه مهتمه جدا بزوجها بشكل مبالغ فيه قدام اهلها وبالتالي فعلا هم بدون ما يقصدوا يحسوا ان البنت خلاص راحت ناحيه زوجها ونسيتهم خالص او انه الابن راح ناحيه اخدته زوجته. الست البنت باهلها ربي خايبه للغايبه صحيح حاجه نقطه ثانيه كمان انه فعلا الام في لحظات الغيره الشديده بعد ما تحولت من أم كانت بتعطي وحنونة وابنها بس لو تعور تعويرة صغيرة يعني تبقى قلبها ينفطر عليه بتتحول فعلا في مرحلة معينة للعكس تماما الغيرة بتعمي قلبها وده اللي احنا عايزين نقوله انه احنا في شهر رمضان الكريم بقى قول لها تعمل ايه بقى عايزين نطهر قلبنا أيوة. عايزين نطهر قلبنا يعني رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من سره ان يذهب كثير من وحر صدره الغل في صدره فليصم شهر الصبر يعني شهر أو يصم ثلاث أيام من الشهر أو يصم ثلاث أيام من الشهر إحنا عندنا فرصة كبيرة إن في شهر رمضان الكريم ده بقى نغسل قلبنا أنت بس كنت قلتنا في الأول السؤال اللي قبلها البنت بقى اللي عندها حامة وحشة أولا إحنا بنحييها تحية شديدة جدا لأن هي في ابتلاء مش صغير ده هي في ابتلاء وابتلاء كبير لأن هي ممكن تقعد سنين وسنين في هذا الابتلاء عايزين نقول لها إن رب العالمين سبحانه وتعالى بيحط كل واحد فينا في مكان علشان المكان ده يبقى طريقه للجنة ربنا سبحانه وتعالى اختارك في المكان ده عشان هو ده يبقى طريقك للجنة سيدة والله كانت بتقول كده كانت بتقول أنا بشوف أهل جوزي دول بالعيوب اللي موجودة فيهم وبالظلم الشديد اللي هم فيه ليا بشوفهم وكأنهم شايلين حقائب الحقائب دي فيها زادي والحسنات بتاعتي شايلينها لي ورايحين بيها للجنة الله فهي كانت شايفة كده واحدة كانت بتقول مش ممكن ده حماتي دي قلبها حجر نقول لها تعالي كده شوفي الحجر وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في القرآن الكريم كان بيوصف في سورة البقرة بيوصف قلوب بني إسرائيل ثم قست قلوبكم فبيقول لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بس ربنا قال لنا ده الحجارة دي ممكن تتفتت وتتغير وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله يا الآية دي بتبكيني ففعلا لو أنت حاسة أنه قلبها حجر أو أشد من الحجر ربنا سبحانه وتعالى قال لك أن في عوامل ممكن تغير الحجر ده وأقلها شوف الحجر الشديد شوية مية ممكن يغيروه حاجة تانية كمان إحنا ساعات بنعمل حاجة ما بناخدش بالنا منها المداومة والاستمرارية أهم بكتير من أن أنا أعمل مجهود واحد في فترة واحدة وأتوقف تفضل طول الوقت بتعملها حلو ساعات في بداية الجواز فعلا أعمل مجهود جامد قوي واصبر واحتسب كله بيتجمل في الاول والمجهود الشديد قوي اللي انا عملته ده ما اقدرش استمر عليه بالزبط. لا تعالي نبدل المجهود الكبير قوي بممكن مجهود اقل منه افعال خير معروف اقل منها ولكن مستمره ودائمه طب ممكن اجل هنا عشان عايز اعرف ايه هي الافعال الخير لما ناخد محمود وبوسينا وهم على التليفون بقالهم كتير محمود استاذ محمود حضرتك معانا على التليفون السلام عليكم طب لو هو مش معانا على التليفون يبقى بوسينا طب لغايه ما هم حد فيهم ايوه بوسينا ايوه انا معاكي اهلا اهلا يا بوسينا طب خشي في الكلام على طول انا بحبكم جدا جدا والله البرنامج ده ومن اول رمضان بحاول اقفلي وطي التلفزيون
حاضر هوطي التلفزيون. حاضر كده؟ كده حضرتك؟ ايوه انا بشكره جدا من اول رمضان والله. الله يخليك. بوسينه انت متجوزه؟ ايوه انا متجوزه. احكي لنا. ايوه احكي لنا الحياه عامله ايه؟ في حما؟ صراحه الخط قطع. لا جدا جدا. هو يعني صراحة بتعاملني أحسن من ابنها جدا ما شاء الله. يعني الحمد لله خير. في التانيين. طب هو بيعامل مامتك ازاي يا بوسينة؟ بيعامل ماما الله يرحمها كان بيعاملها بيقول لها يا أمي. الله ما شاء الله ربنا يديم المعروف. شكرا يا بوسينة على مداخلتك يا حبيبتي. في تليفون تاني ولا ما اعتقدش احنا أسأل. انا قطعتك. في نقطة هي قالتها جميلة جدا عن الزوج احنا لازم ناخد بالنا منها، انه لازم الزوج يعرف انه هو مسؤول عن بر امه بداية كده، ودي أول حاجة. طب. يعني لازم في أعمال كتيرة نلاقي الزوجة هي اللي في وش المدفع هي اللي بتعملها، والزوج متنحي تماما أو مشغول تماما أو شايف ضمنا إن هي اللي مسؤولة عن ده. لا، هي لازم تشركه في كل الأمور الخاصة بأمه علشان ياخد الأجر والثواب، وإن هو أولى بذلك وأولى بتحمل المسؤولية، وفي نفس الوقت ما تبقاش المسؤولية والعبء عليها بالكامل. هرم الطاعة يا إناس إزاي؟ الله. دي من الحاجات الجميلة اللي عايزين ناخد بالنا منها. انه عندنا أولويات. سلم الاولويات. سلم الاولويات ده جميل، بنحتاجه وقت الخلاف. ازاي؟ انه كل واحد يعرف مين الاولى في النقطه دي في اللحظه دي. الزوج يبقى عارف انه الاولى امه وبعدين ابوه وبعدين زوجته. الزوجه تبقى عارفه ان الاولى زوجها وبعدين امها وبعدين والدها. يعني الهرم الحقوق والواجبات ده لما يبقى موجود قدامنا وواضح في حاله اذا منعها ان هي تزور اهلها تطيع زوجها. الانسان ولا انسان الكويس عمره ما يعمل كده ابدا. احنا لسه بنقول قاطع رحم، يعني ما اللي يقطع الرحم ربنا سبحانه وتعالى. طب ولو عمل احنا بنتكلم عن الناس لو عمل كده وراحت زارت اهلها من وراه احنا هو اللي هيحمل الوزر وهي مش هيبقى عليها حاجه. ولكن انا عايزه اقول للزوجه دي اللي زوجها منعها عن اهلها، ارجعي كده لنفسك، هو ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ مظبوط. ايه اللي بيخليه مفيش راجل، ادينا بنشوف اهو التليفونات اللي جايه لنا، في راجل بيقول حماتي دي زي امي. بالزبط. ايه اللي خلاه يوصل للدرجه دي انه يقول لها لا ما تروحيش لامك؟ يا اما فعلا في تصرفات خطا من اهل الزوجه، من الاب، من الاخوات، من القرايب اللي موجودين، او انه متسلط، او شخصيه متسلطه، هو نفسه، او ان الزوجه مقصره معاه، ودي اللي احنا الزوجه مقصره معاها. نقف عند الزوجه مقصره معاها وناخد انت بتيجي وانا ماليش دعوه، هو وجودك انت هو اللي بيعمل كل التليفونات دي يا استاذه ايناس. محمود. ايوه فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. انا يعني بحييكم وبحيي فكره البرنامج. الله يخليك ميرسي. وانا متزوج من 21 سنه، ويعني انا حطيت خط واضح لزوجتي من اول يوم ان احنا مشاكلنا تحل داخل غرفة النوم. نقطة مهمة جدا. فبالتالي ما نديش فرصة، ودي طبعا رسالة أوجهها لكل الشباب والشابات اللي بيتزوجوا حديثا. صحيح. إن هم يعني ما يدوش فرصة لحد، لا للأم. صح. من ناحية الزوج أو الأب من ناحية الزوجة، إن هم يتدخلوا فيه، ودي لله الحمد رب العالمين على مدار 21 سنة زواج. ما شاء الله. والدتي وحماتي الله يرحمها توفت السنة اللي فاتت وأدعو لها بالرحمة. يا رب. لم يتدخلوا في يوم من الأيام في اي مشكله، حتى لو كان بان علينا ان في مشكله بيني وبين زوجتي. وطبعا البيوت ما بتخلاش من المشاكل. طبعا اكيد اكيد اكيد. لكن هو انت حضرتك قلت فكره مهمه جدا، جدا ان جداً. لما انتوا الاثنين بتتخانقوا انتوا الاثنين بتصالحوا الموضوع صغنن، لكن لما بيخش ويكبر خلاص ما حدش عارف يعمل له كنترول. يعني هو في البدايه الموضوع الحموات ما بيتدخلوش، لكن بعد كده كمان حتى الاولاد ما يحسوش بالمشكله. صحيح حقيقي. صحيح نعم. احيانا الاولاد بتشعر واللي في البيت اللي بيخدموا في البيت بيشعروا والجيران بيشعروا والصوت يعني يشعروا ده شيء، ولكن يحسوا بالموضوع. وسوري في الكلمه، الغسيل الوسخ يتنشر قدام الناس سواء الابناء او سواء الاخوات وما الى ذلك، فده شيء يعني شيء يعني. بنشكر حضرتك وبنشكر المداخله بتاعتك وبناخد حنان. عايزين نسال مش عارفين نتكلم وبعدين نرحب طبعا حنان. اهلا بيكي يا حنان. حنان معانا. كل سنه وانتي طيبه يا حنان. وانتوا بألف خير. ايه يا حنان بقى؟ انا صدقت البرنامج على فكره واتكلمت على كده. انا عايزه اقول لكم ان انا الوجه الاخر للعمله. اتفضلي. انا رزقت مع شديد الاسف بحامه قاسيه جدا. ومش قاسيه عليا بس، هي قاسيه على اولادها كمان. استاذه ايناس يا دكتور.
ازاي يعني؟ ازاي يا حنان؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، مثلا مين مننا يبقى عندها ابن مثلا بيناقش دكتوراه وماجستير ويجي لها الجراءه انها تقول له ده مستقبلك انت، انا مش رايحه معاك. اولادها وبناتها ما شاء الله عليهم بصراحه خلقه وخلق يعني. لا اكيد بتبقى زعلانه من حاجه، بس طب يعني انا هقول لك حاجه حنان، ده العادي بتاعها. هل بتشوفيها انانيه؟ هل بتشوفيها انانيه يا حنان، مش بس قاسيه ولا تشخيصك؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا اتفضلي. انا حيدت نفسي تماما الحمد لله، اه، وقدرت ان انا اخد نموذج امي الله يرحمها في ان انا يعني زي ما بيقولوا ما عملهاش بمعاملتها. ايوه كويس. بس علشان ابقى امينه معاكم وحتى مع جوزي نفسه، انا بقول له ان انا الحياديه بتاعتي دي نوع من خوف ربنا لكن مش محبه فيها. برافو. طب تسمحي حنان تسمعي الاستاذه ايناس ممكن تقول لك ايه في الموضوع ده؟ طب هقول لحضرتك على نموذج بس صغير. اتفضلي. وبعدين حضرتك ليكي انك انت تحكمي على شخصيتك. هو مش انا بقى، هي الاستاذه ايناس هي اللي هتتكلم معاكي. يعني مثلا لما يكون في حد بيعمل عمليه حصوه في الكلى وعنده احتباس بول وحياته معرضه للخطر، هل يليق ان حما او ام يومها تروح تعمل عدسات في عينيها عشان تحسن الابصار عشان ما تلبسش النضاره؟ طب ما هو ما كانش يعني يعمل العمليه يروح معاها الاول، قالوا العمليه بامر الدكتور، ده احتباس بول. أيوه ده بولينا. أيوه بتعلى في الدم. ايوه يعني عارفه حضرتك عمليه على محك اختها، عملتها عدسات ملونه. لا سؤال محرج يعني. ما هو لون العدسه اللي حطيتها حمادتك؟ ما هو برضه افرضي يا ستي عايزه يبقى عليها لونها خضراء. انت غلسه قوي يا حنان، ده يعني مش ممكن كده. لدرجه ان هقول لحضرتك على حاجه، انا يوم ما ماما الله يرحمها ماتت، الله يرحمها، فانا جوزي واحدى اخواته ضموني وقالوا لي يا ريتها بتتبادل. يا ريتها ايه؟ بتتبادل. يعني طب انا كنت عايزه اسالك السؤال ده يا حنان، هل حماتك انت بتقولي انا محايده معاها، هل هي قاسيه مع جوزك ولا مع كل اولادها؟ لا 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 مع الكل. لا هي مع ده امر الله غالب بقى، ده هي شخصيتها كده. ايه رايك يا استاذه؟ يعني هي بتعاير بتعاير بمعايير مختلفه. طب ثانيه حنان، احنا بنشكرك ونسمع الاستاذه ايناس الاول. هي حنان قالت لنا حاجه حلوه جدا. اولا قالت لنا هي ما عملتهاش بالمثل، ودي اهم حاجه. صحيح. ودي هو ده الاخلاق بقى. الانسان اللي عنده اخلاقه ثابته، ما يكونش اماع زي ما قال لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ان احسنوا احسنت، ان اساءوا اسات، ان ظلموا ظلمت. يعني الانسان اللي اخلاقه ثابته مش مهم اللي قدامه بيعمل ايه، ولكن انا اخلاقي ثابته، اللي قدامي كويس هبقى كويسه، اللي قدامي وحش هبقى كويسه، ويمكن احسن كمان وازداد كمان. يعني تعريف حسن الخلق بذل الندى وتحمل الاذى، ان انا اعمل الخير وكمان اتحمل الاذى من الناس. دي نقطه قالتها. قالت كمان ان هي اخذت نموذج امها، نموذج هو ده النموذج اللي اقتدت بيه، ودي حاجه جميله. انه احنا في حياتنا دائما بيبقى عندنا النموذج السيء ونموذج الوحش الحلو، النموذج الخير ونموذج الشر. ليه أنا دايماً أميل لنموذج الشر وهو ده اللي نتأثر بيه وهو ده اللي يعقد حياتي وهو ده اللي أركز عليه، مع إن في نماذج خير جميلة موجودة في حياتنا وموجودة في نفسنا، لو كبرناها هنلاقي الشر ده صغير. حاجة تانية كانت في سيدة بتقول، حماتي كانت يعني بتحكي عن حماتها أنها كانت سيدة شديدة جداً، فبتقول في مرة من المرات جربت أقعد وأسمعها وقلت لها احكي لي حياتك كلها. بتقول اتفاجئت ان هي تعرضت في حياتها لكم غير طبيعي من الازمات والابتلاءات. تمام. من الناس اللي حواليها، من اهلها، من اولادها زمان، من انها كانت موجوده لوحدها بدون عائل، من 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 اهل زوجها كمان، من الظروف الصعبه، من الجهل، من الاميه. بتقول انا بعد ما سمعت كم الابتلاءات اللي هي تعرضت له قلت لنفسي انا لو تعرضت لحاجه واحده بس من اللي هي تعرضت له ده انا ما كنتش قدرت استحمل ولا اعيش لغايه دلوقتي. طيب فلقيت لها عذر. بما ان حضرتك عندك القصه دي، تعالي نسمع كمان في واحده معانا على التليفون عندها برضو مشكله كبيره جدا. ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا حمل بنت العروسه جديده، عندها بنت يعني متجوزه من 3 شهور، وللاسف متعرضه لضغط بشع من ام الزوج واخواته البنات. ليه؟ عايزين يمشوها تحت امرهم في كل حاجه، ماشيينهم بالتليفون، اعملوا كذا، سووا كذا، في حمل ولا لا، من اول يوم بيعدوا عليهم الايام،
من اول يوم بيعدوا عليهم الخطاوي، اطبخوا النهارده كذا، اعملوا كذا. بعد شهر ونص من الجواز ودها الام تخدمها، تخدمها وتخدم اولاد اخواته وتخدم اخواته، وعايزها ويقول لها انت تحت رجليهم وهم في سبع سما. البنت نفسيتها منهاره وحالتها تعبانه وسيئه للغايه، واقتنت على انها بتطلب من ربنا الموت. احنا الحقيقه مش عارفه تطلب من ربنا الموت علشان مش عارفه تعمل ايه مع الاسره دي. احنا اسره اجتماعيه منفتحين على المجتمع وبنحب الناس، وهم مغلقين على نفسهم وشايفين ان هم اللي صح، شايفين ان كل افكارهم هي اللي صح ورافضين افكار الاخرين. ام احمد، ام احمد بنت حضرتك واخده شهاده؟ انا متعلمه. هي متعلمه؟ بنتي متعلمه. جوزها بيشتغل ايه؟ وشهادات عليا. جوزها بيشتغل ايه؟ جوزها مهندس. طب هما بيقبلوا ليه؟ لو بتقولي حضرتك هما مسيطرين قوي على حياتهم، طب هما ليه بيرضخوا لده وبيقولهم اطبخوا حتى؟ هو عايز كده، هو عايز، هو راضي كده، بيمشي بالتليفون بكل خطوه، اعمل ايه واسوي ايه، اجيب اكل ايه، نطبخ ايه، نروح فين، ما نخرجش. ابن امه يعني. يعني اه بالظبط، انا كنت لسه هقول لها كده. ابن امه. استاذه ايناس هي ممكن اللي هو وحيد على بنات. طيب ابن امه. طيب هو ابن امه. هو مش راضي يتقبل اراء وان كان مناقشة غيرهم. مفيش حتة ان ربنا قال كذا ورسول قال عليه الصلاة والسلام قال كذا، في امي قالت كذا واخواتي قالت كذا وبابا قال كذا، ولو بابا قال لي ما تضربهاش مش هضربها، بيضربها من اول اسبوع في الجواز. لا 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 لا, لا. ام احمد ده مش قصة اهله بقى ولا قصة حماتها ولا قصة بنتك تخلع على طول. استني بس يا مفيدة النصيحة. لا لا اسمعي يا ام احمد، وعايزة تشتغل خدامة. استني يا مفيدة، النصيحة بيترتب عليها نتائج. احنا بنقول النصيحة ونروح وهي اللي بتدفع ثمنها. بالظبط. يا ام احمد المشكلة دلوقتي مش في اهل جوز بنتك ولا في حماتها، المشكله ان بنتك لغايه دلوقتي في فتره الجواز القصير الثلاث اربع اشهر لسه ما عرفتش تلاقي طريقه تعرف تتفاهم بيها مع جوزها. هو جوزها هيتغير؟ اه يا حبيبتي اتفاهموا دايما، اول سنه جواز الحديد الحديد بيبقى مع بعضه على ما يطوع على بعضه، ولا ايه يا استاذه ايناس؟ لو سمحنا اولا اتفضلي يا اتفضلي اتفضلي احنا سامعينك. هو عايز الطريقه المثلى، بيقول لها الطريقه الوحيده ان امي ترضي عني، اخدميها ومالكيش دعوه اخواتي بيخدموها ولا لا، استغفر الله العظيم، اخدميها بكل قدراتك وبكل عافيتك عشان ترضى عنك. طيب هو هي بتعمل كده يا ام احمد؟ هي بتعمل كده، هي بتحسن لحماتها. البنت لسه داخله حياه زوجيه جديده، لسه بتتعلم واحد اثنين طبيخ، واحد اثنين غسيل، واحد اثنين شغل بيت. بقى لها ثلاث اشهر، بقى لها ثلاث اشهر متجوزه وضربها. ايوه ضربها. طيب. واهانها. طيب شكرا يا حاجة. شكرا يا ام احمد. انا مش عارفه اعمل ايه، انا نفسي تكلموه يعرف ربنا. اكلميه وجهي له رساله يا حاجه ايناس. والله شكرا. احنا عندنا بقى دلوقتي مشكله كبيره قوي. اولا المشكله مش مشكله الحما ولا مشكله اهل الزوج، دي مشكله الزوج بالظبط نفسه. فاحنا لازم هيبقى في حد كبير يقعد مع الزوجين، وفعلا وطبعا احنا مش عايزين نقول للزوجه ومش عايزين نقول لاهل الزوجه ان الكلام ده كله كان مفروض يحصل من قبل كده. يعني احنا بالزبط. كان المفروض نتعرف على الراجل ده كويس قوي ونعرف طباعه ونعرف هو بيتعامل ازاي مع يعني اهله. في حاجات دقيقه فعلا في الزيارات الاولى او في الفتره الاولى بتاعه الخطبه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها للتعارف، احنا واضح ان احنا ما تعرفناش عليه كويس، وان كان ده خلاص وقته راح، فاحنا محتاجين حد كبير يا اما حكم من اهله او حكم من اهلها. اللي بنروح له ده مين؟ مواصفاته ايه اللي احنا بنروح له ونشتكي له؟ اولا انسان حكيم، دي اول حاجه، انسان محايد. تمام. زي ما بيقولوا انسان بيعرف ربنا كده بتعبيرنا المصري البسيط. طيب ان هو قولي لي للزوج، الزوج ده اللي هو بيتفرج علينا لو هو سامع ده مشكلته، حكم يعني مش لا انا هو ممكن ما يكونش عارف ان هو غلطان. الزوج ده عنده اختلاط في المفاهيم ما بين رضاء امه. صحيح. يعني هو عايز يرضي امه ومعتبر ان امه المفروض تبقى راضيه، وبين انه عايز مراته ترضي امه لكن من غير ما يجور عليها، هو عنده خلط في الفهم. احنا عندنا مشكله جامده ان احنا بنتربى طول عمرنا على اننا اولاد، ما حدش بيفهمنا نبقى امتى ازواج.
ايوه يعني دايما نقول للبنت قبل ما تتجوز او للولد قبل ما يتجوز حاول تاخد دورات تدريبيه بتاعه ازاي يبقى انسان زوج كويس او تبقى زوجه كويسه. لما مره بقول للبنت كده ده في دوره تدريبيه للزواج السعيد فقالت لي هو انا لسه ما اتجوزتش. هي فاكره ان هي تاخدها بعد ما تتجوز بعد ما تحصل المشكله. بصي استاذه ايناس هو الموضوع ده موضوع الابن امه والموضوع ده موضوع مهم جدا، ممكن توعدينا يوم الجمعه الجايه نقول من دلوقتي ان احنا ممكن نتناقش فيه ان هو منقاد تماما ل المنقاد الولد المختلط عليه المعايير متلخبط، ايه رايك نتكلم فيه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله؟ هو ممكن تكون مشكلته بسيطه خالص اصل الوقت خلاص هو مشكلته بسيطه ان هو عايز يعرف عايز يعرف ازاي يكون زوج، هو مش عارف ازاي يكون زوج. خلينا انا وعدكم ان يوم الجمعه الجايه الاستاذه ايناس مصطفى هتقول لكل الشباب ازاي تكون زوج وازاي برضو لكل البنات ازاي تكون زوجه بالزبط. عشان احنا ما نقدرش نسيب جزء وما ناخدش الجزء الثاني. ام احمد يعني ربنا يقويكي، عندنا موضوع مهم جدا، ربنا يقويكي ويصبرك. واحنا على الفيسبوك كنا قلنا سؤال هل تعتقد ان اغلب المشكلات الزوجيه وراها حما؟ 34 قالوا لا، والغريب جدا ان 78 قالوا لا. مش كل الزوجات ولا كل المشاكل وراها حما، وهي موجوده على الفيسبوك. بنشكركم وبنشكر استاذه ايناس، احنا الوقت معاكي بتطير بجد بجد بجد. ونلتقي بالشيخ محمود. نورتينا ايناس، نورتينا بعد قلبك. مسابقة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من هي صاحبة القلادة؟ زينب بنت النبي، رقية بنت النبي، فاطمة بنت الخطاب. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. مسابقة برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. سؤال اليوم: من هي صاحبة القلادة؟ زينب بنت النبي، رقية بنت النبي، فاطمة بنت الخطاب. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297، اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. حالة من الحوار المشتد في الاستوديو على موضوع ام احمد وبنتها، واحنا عمالين نتناقش مع بعض. فقره المطبخ اللي موجوده معانا النهارده الشيف محمود محضر لنا حاجتين، صح كده؟ حاجتين جمال قوي. اسلم عليكم الاول. احنا بنكشف. عامل حاجتين حلوين النهارده هيعجبوكم. عامل طاجن باميه باللحمه، والباميه دي انا مش عاملها بصوص طماطم، انا عاملها بالنعناع والبصل والفلفل، هتعجبكم. الصوص بتاعها ابيض. خلوني اقول لكم على ابيض يعني مش احمر، مش وايت، مش كريم، اوكي، شفاف، اوكي. خلوني اقول لكم على المقادير بتاعه الباميه. بنحتاج حوالي نص كيلو باميه مع بصلتين ورق، مش ورق البصل، انا هوريكم ازاي بنحولهم ان هم يبقوا اوراق، مع اربع فصوص ثوم وعودين من ورق النعناع الاخضر الفريش، وفلفلايه رومي خضراء متقطعه مكعبات، وواحده فلفلايه حمراء حار ده حسب الرغبه، ثلاث معالق زيت زيتون، وثلاث كوبايات مرقه، ونص كيلو موزه بتلو اللي حابب يحط اي لحمه براحته، مع ملح وفلفل وجوز الطيب. خلونا نبدا سريعا في الاكله دي. على بال ما تجهز الشيف محمود، عايزه افكر مشاهدينا ان احنا نعلن عن الفائز برحله حج بتاعت امبارح ان شاء الله خلال اللحظات. ورق البصل، البصلايه بعد ما بنقشرها بناخد الحلقات بتاعت الورق بتاع البصل، بنحط البصل كده، ومهم ان احنا نحط كمان في نفس الوقت الثوم، تمام، حوالي ثلاث فصوص ثوم يكونوا متقطعين حلقات، ونسيبهم شويه يتشوحوا مع بعض مع شويه من الملح والفلفل، ونحط عليهم شويه من جوزة الطيب.
انا عايز اقول لكم ان موضوع الباميه ده سهل قوي وحلو قوي وينفع للمسلمين وللمسيحيين، بس طبعا للمسيحيين من غير اللحمه. انا من الناس اللي بتحب الباميه قوي، فالموضوع كان نفسي اكل باميه بشكل مختلف ومش عايز صوص طماطم فيها، ففكرت ان انا اضيف لها زيت الزيتون والنعناع والثوم، وصدقوني ريحتها وطعمها حلو قوي. انت من الناس اللي بتحب حماتك يا شيف، انت ما بتعرفش تاكل باميه لو مش عايزها من غير صوص طماطم. بصي انا حماتي انا حماتي متوفيه. ولحقتها يعني؟ لا، هي متوفيه من فتره كبيره، وبس انا اقول لك علاقه امي بزوجتي. يعني علاقة أمي بزوجتي، مراتي بتحب أمي جدا وزوجتي كمان بتحب أمي جدا، والعلاقة ما بينهم مش حامة، مش حماوية. وانت بتحكي لنا، قول لنا انت بتعمل ايه. انا هحط البامية كده تمام، وهنشوحها شوية مع الفلفل الأخضر كمان. حلو قوي، كويس. وممكن سكينة، نحط نص ليمونة كده. السكينه دي ليها قصه. نص ليمونه بالقشر بتاعها. بتضحك وكده، هتفتني عليا؟ وشمين. واول ما نشم ريحه الثوم، واول ما نشم ريحه الثوم ابتدت تطلع كده، ناخد النعناع، اوراق النعناع، ونبدا نحطها على الباميه كده. شايف السكينه دي مفيده يا جماعه؟ واحنا بننقل في الفاصل بتقول والله بنتي لو حصل فيها هي بالسكينه دي. أول ما نبتدي أول ما نبتدي أنا تحت أمر حضرتك يا أم أحمد، يعني لو أنت عايزاني في أي وقت أنا موجودة. اتفضل يا شيف أحمد. وأول ما نبدأ نشم ريحة النعناع الأخضر بال مع الثوم، مع ريحة زيت الزيتون، كل اللي احنا حطيناه ابتدى ريحته تطلع، يكون عندنا الشوربة و اللحمه البيتيلو. تمام. اوكي، وبنقلبهم تقليبه، ومهم ان في الوقت ده نتبلهم شويه تاني من الفلفل والملح، ويا سلام لو عندنا شويه من الزعتر المجفف. اوكي، بنديهم تقليبه صغيره ونسيبهم مجرد ان هم يغلوا غلوه صغيره على النار. دول هنحطهم في بايركس ازاز وندخله الفرن، بيقعد من 40 ل 50 دقيقه في الفرن على درجه حراره متوسطه، ويطلع جزر. هوريكم شكله. هوريكم شكله في الاخر بيطلع ازاي. خلوني نتكلم النهارده عن شوربه الجرجير. شوربه الجرجير اللي انا عاملها بالكريمه النهارده، انا مش عايز الناس تستغرب من موضوع شوربه الجرجير. كل الناس بياكلوا سبانخ على شكل شوربه، وبياكلوا شوربه بسله، وشوربه خضار، وشوربه فاصوليا خضراء، وممكن يطبخوا طبقات لونها اخضر زي الملوخيه، وطبقات لونها اخضر زي اوراق الخبيزه والكزبره الخضراء والقلقاس السلق بتاعه. فانا عايزكم النهارده، هو بسيطه قوي، انا عايزكم النهارده ما تستغربوش الموضوع قد ايه الموضوع طعمه حلو ومفيد جدا ومغذي جدا. شوربه الجرجير بالكريمه بنحتاج نص كيلو من الاعواد بتاعه الجرجير. طبعا احنا متعودين ان الجرجير يبقى بالحزمه، نقول حوالي 5 حزم، مع معلقه صغيره بصل مفروم وفص ثوم، ومعلقتين زيت زيتون او زيت عادي، مع ملح وفلفل وجوز الطيب. بنحتاج 2 كوباية مرقه وعودين نعناع اخضر، وكوبايه الكريمه دي اختياري، اللي حابب يحط كريمه واللي حابب ياكلها نباتي 100%. لا طبعا هاكلها كريمه عشان مش هينفع. اوكي، بس في ناس صايمين مسيحيين يقدروا ياكلوها كده. هو بصراحه الاكل النهارده مختلف، وانا حابه ان انا يعني ايه اتقبل الاختلاف. اوكي، بنحط البصلايه. مجرد ان احنا نسمع صوت البصلايه، احنا مش محتاجين ان احنا نخلي البصلايه دي تاخد لون. بنحط فص الثوم وكميه الجرجير، مهم ان هي تبقى مغسوله عندنا، نتعامل معها زي ما بنتعامل مع السبانخ السوتيه. بنقعد نحط شويه بشويه كده. الله. ودلوقتي معانا الفائزه برحله الحج، رحله امبارح، عمره، هيام محمد ابراهيم، 50 سنه. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كل يعني الف مبروك طبعا على حضرتك العمره. الف مبروك يا مدام هيام. الله يبارك فيك يا حبيبتي. دي اول مره حضرتك تسافري العمره؟
الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما تنسينيش بدعائك طبعا كلنا ان شاء الله. انت جميله والله يا منى، انا كمان مبسوطه ان انا بشوفك والله. انا اكتر يا فندم، الف مبروك العمر على حضرتك يا فندم. الله يخليك. شكرا. طب الوقت يعني الواحد بياخد الحاجات ازاي عشان يعرف النساء؟ حضرتك يا مدام هيام هتقفلي معانا، بس الكنترول هيفضل موجود مع حضرتك وهيبلغوكي وكل حاجه، ما تقلقيش خالص. هيبقوا موجودين مع حضرتك على التليفون. متشكره قوي. تيجي بالسلامه، وحضرتك ان شاء الله تبقي تطبخي لنا طبخه حلوه ليكي حضرتك في الاكل. قوي والله يا مفيده كمان. الله يخليكي حبيبتي، ميرسي. ادعي لنا بس يا مدام هيام. ميرسي. متشكرين قوي. الف شكر. الف مبروك يا فندم. ده ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انا عايز اقول لكم ان اوراق البصل دي مجرد ان هي تدخل الفرن بتدبل، بتدبل مع اوراق النعناع و باقي الشوربه كده. انا عايز اسالك سؤال على الوش. دلوقتي اللزاجه اللي موجوده في الباميه من جوه مالها؟ هتفضل موجوده؟ هتفضل موجوده. ايه المشكله؟ انت ما بتحبيش الباميه وكده؟ بحب الباميه بس بحب اكلها بالطماطم. بالطماطم. بص اقول لك على حاجه، مش في كل الاوقات بيبقى عندك معدتك متقبله صلصه وتسبيك. بصراحه انا عاجبني انك دايما بتفكر في جديد، يعني انا عمري شفت الباميه كده. بصي كمان خلينا نبص على شوربة الجرجير. احنا بنحط الشوربة بتاعت الجرجير اول ما يدبل. خلونا اقول لكم قبل ما بنحط الشوربة نحط شوية ورق النعناع. ورق النعناع بيدي ريحة حلوة قوي في شوربة الجرجير، زي نفس الحال في البامية. مهم ان هو يبقى نعناع بلدي. بيدي ريحة، بيدي ريحة حلوة قوي. البلدي، النعناع البلدي بيبقى الريحه بتاعته طبيعيه. لا طبيعيه. طب في سؤال تاني قبل وانت بتعمل الشوربه، ايه الفرق ما بين الباميه دي والويكه؟ بصي هي الويكه بتتعمل ممكن تبقى شبيهه شويه، بس على ما اعتقد ان هي بتتهرس قوي، بتتسلق قوي. فانا برضو انا حابب في الباميه، يعني اللزوجه بتاعت الباميه دي، في بعض ناس ما بيحبوش اللزوجه دي قوي، فما بيقدروش ياكلوا الويكه، ما بيقدروش يتقبلوا الويكه. فدي بين البنين. فدي ما بين البنين. طيب. ما بين البنين. وكمان نقدر ان احنا ما نحطلهاش لحمه زي ما قلت، ونتعامل معاها بنفس الطريقه. طيب قلب الشوربه. هنعتبر ان الشوربه دي قعدت 10 دقائق ربع ساعه على النار قبل ما تطلع شوربه جديده. نروح نشوف السؤال بتاع يلا. الحلقه يلا. الجايه بتاع بكره ان شاء الله، ونرجع مره ثانيه نشوف تكمله الشوربه. مسابقه برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، والجائزه رحله حج او عمره يوميا. سؤال اليوم: من هي صاحبة القلادة؟ زينب بنت النبي، رقية بنت النبي، فاطمة بنت الخطاب. اتصل على رقم محمول 4554 أو ابعت رسالة على 9297. اضغط حرف A ثم رقم الإجابة. وشيف محمود في الفاصل كان بيعمل شوربة الجرجير. شوربة الجرجير اعتبرنا ان احنا بعد ما غليت كده، خلوني اجيب دي هنا. بعد ما غليت وحطينا عليها الشوربة على الجرجير واوراق النعناع، مهم ان احنا نضربها في الخلاط فهتوصل معانا بالشكل ده. لما توصل معانا بالشكل ده نحط عليها شوية من جوزة الطيب. تمام كده. والكريمه قلنا دي اختياري، حابين نحط كريمه اوكي، مش حابين. انا دايما برضو بحب الكريمه عشان يبقى حاجه مختلفه. وبقى عايز اقول لكم ان هي مجرد ان هي بتاخد غلوه حلوه كده. مش قادر اوصف لكم قد ايه الاكل كده فيه قيمه غذائيه جامده. مش قادر اوصف لكم قد ايه الموضوع ده ممتع وطعمه جميل ومغذي جدا. طيب كده الباميه دي قبل ما تستوي، وده شكلها بعد ما تستوي. طلعنا الجزر اهو بتاعنا كده. وهات لنا الشوربه بقى، تقول لنا الشوربه هنا جنبنا. اوكي نقدم الشوربه. ايوه عشان الوقت بتاعنا كده. يا سلام، تسلم ايديك يا شيف. انا اقول لكم حاجه حلوه للشوربه دي. يا جماعه فظيعه الريحه. اقول لكم حاجه حلوه للشوربه دي قبل ما نختم. ممكن يبقى عندكم اي شويه مكسرات زي اللوز، زي السوداني، زي البندق، زي الكاجو، كسروا ده كويس. لا دخلوها مع الشوربه،
دخلوها مع شوربه. كل ما نعمل ده كل ما القيمه الغذائيه بتعلى اكتر. طيب انا عايزه اقول حاجه، عايزين نحط طبق البامي ده عشان الناس تلحق تفطر. اوكي نحط اللي احنا لسه ما استواش. برافو عليكم. ونحط يبقى هو ده الصوره النهائيه للاكله دي بعد ما بياخد ياخد غلوه. بعد ما ياخد غلوه على النار بنغطيه وندخله الفرن. ممكن كمان على وشه بقى شويه زيت زيتون كده. خلينا نذاكر شويه ونشوف الطلبات. في ناس نشوف طلبات الناس على الفيس. عملنا لا بل عملنا كسكسي نسيته. اوكي ممكن عملنا مش مشكله، لو عملناه يبقى انا نسيت. هنعمله تاني. لا 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 نعمل حاجه تانيه. بس خلينا احنا لسه ما قررناش هنعمل ايه بكره. خلينا نبص في الترتيبه بتاعتنا ونقرر ده. بشكرك يا منى. شكرا مفيده. وشكرا شيف محمود. والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.